صباح الخير على أجمل سنين العمر، صباح الخير على الشوق والحنين والذكريات، على ورقة بيضة برسم فيها سما صافية وشمس تنور كل حلم. صباح الخير على طفولة كانت بتصدق إن العصفورة بتتكلم وتقول للماما على كل الغلطات. صباح الخير وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم استراحة. في البداية أحب أرحب بزميلاتي. صباح الخير يا أمي. صباح النور يا دودو، ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله يا روحي. صباح الخير يا سمين. صباح الخير يا داليا، وأحب أصبح السادة المشاهدين يا رب حلقتنا تكون لطيفة عليكم وظريفة إن شاء الله. صباح النور على مشاهدينا، إن شاء الله تكون حلقة لطيفة وجميلة وفيها حاجات حلوة يا رب إن شاء الله. عرفتوا موضوع حلقة النهاردة؟ موضوع حلقتنا النهاردة عن الذكريات. قبل ما نبدأ في الموضوع بحب أفكر السادة المشاهدين بأرقامنا اللي موجودة على الشاشة علشان تشاركونا وتقولوا لنا أحلى ذكرياتكم. قولي لي يا أمي، ايه حكاية العصفورة اللي بتتكلم؟ طيب هحكي لكم حكاية العصفورة اللي بتتكلم. العصفورة اللي بتتكلم دي كانت اختراع ماما الله يرحمها. الله يرحمها كانت دايما تخوفني انا واخويا، او لما ايه مش تخوفني، كانت لما تلاقينا بنتوشوش كده تعرف ان في حاجة غلط. فاول ما عصفورة تقف على الشباك تقول لها اهلا يا عصفورة، ازيك عاملة ايه؟ تقول لي عايزة ايه؟ عايزة تقولي لي حاجة؟ قولي لي حاجة. تسليم اهالي ده. تسليم طبعا. داليا ومحمد الاثنين لا 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 انا ولادي ما يعملوش كده ابدا، لا مش مصدقاكي لا. وتبص لمحمد، فمحمد يقول لي ايه؟ قالت لها ولا ايه؟ تقول له اقول له استنى بس اصبر اما اشوف قالت لها على ايه. بيعترف غلطاتنا كتير، بيعترف على طول. يقول لي لا لا انا هقول لها، اقول له استنى بس. هو راجع حضرتك الشريط على طول. خلاص هو ترجم. هي بقى شايفانا واحنا ايه بنتوشوش الوشوشه دي، فتاكدت ان في حاجه يعني. فالعصفوره تطير. خلاص العصفوره قالت مش عايزه تكمل كلام علشان انتوا واقفين. ها مين فيكم اللي هيتكلم؟ محمد لا والله العظيم هقول لك على كل حاجه بس من غير ضرب. بص انا هعترف. هعترف. هي اللي اكلت الجبنه. محمد كان على طول بيعترف بصراحه. فيعني يعني من ضمن الحاجات اللي كانت ايه لذيذه وجميله، والامهات كانوا بيدوروا على حاجه يجيبوا بيها الاطفال او الغلطات بتاعه ولادهم يعني من غير اذى. ما تشوفي البراءه انه يصدق ان العصفوره تتكلم. لا محمد من سنتين ثلاثه قبل ما ماما تموت الله يرحمها كان بيصدق. الله يرحمها. دلوقتي على فكره ما فيش الكلام ده، اللي هو انت لو قلتي له العصفوره خلي العصفوره تنفعك. انا مش لا انا هات العصفوره انا عملت. ايوه انا عايزه اقول لك يا امي انا طبقت موضوع العصفوره ده مع اولادي. يعني الكبيره صدقت شويه وكانت بتشرب اللبن وتاكل سندوتشات يبقى دي وكل حاجه جيلها قريب مننا وجيلها قريب مننا. وكنت اضحك عليها اقول لها بقى لو عملتي كل ده العصفوره هتجيب لك حاجات حلوه تحطها لك تحت المخده. بجد يا ماما؟ اقول لها طبعا. تقولي طب خلاص انا عملت، اقول لها طب حطي ايدك تحت المخده هتلاقي في حاجات حلوه. التانية الصغيره اقول لها مش عارف كذا كذا العصفوره. ماما يا عصفوره بتتكلم؟ تضحك عليا ولا ايه؟ السؤال ده تضحك عليا. السؤال اللي ما عرفناش نساله من 30 سنه ده تضحك عليا ولا ايه؟ عصفوره مين اللي بتتكلم؟ فيعني سؤال. لا زمان كان برضو الامهات ليها برضو يعني النظره. النظره ضيف قاعده طبعا. ضيف قاعده وتقوم بصلك البص انا خلاص بقى طبعا انا براجع الشريط. هو اول ما فتحت الباب عملت ايه؟ انا عملت ايه وما فتحت؟ انا كنت ممكن تكوني ما قلتيش سلام عليكم. يعني فكره انك بس تدخلي في مكان ما تقوليش سلام عليكم، او تدخلي باب تفتحي من غير ما تخبطي. دي لوحدها انت غلطتي، عملتي حاجه كبيره. فتبص يعني بس تبص. البص خلاص عرفنا ايه الغلط، نرجع نعيد الكلاكيت تاني مره. وانت ذكرياتك ايه بقى؟ انا غيركم خالص، ممكن عشان انا صاحباهم اكتر فما بخافش. هو بخافش وما بخافش منه فعلا. بابا مش لاقي طريقه يعملها معايا. خلاص انا طول النهار يعني اللي هو ايه سلم. ايوه خلاص تعب. لا جمته بيتها خلاص يعني خلاص تعب. من كتر ما انا يعني عشان انا واخد عليهم زياده وصحاب، اللي هو بابا عودنا ان احنا صحاب نتكلم مع بعض نحكي مشاكلنا، بلاش نحكي لحد نحكي مع بعض احسن. عشان كده ما بخافش منه، ما عنديش حاجات العصفوره دي خالص. حلو ان هو فاتح ممكن بقى بينصور حاجات كده تحكيه عشان ما اخافش يعني. يعني خدي بالك هي فكره العصفوره دي مش هي بس علشان ما تقعدش تحقق معانا بشكل مباشر. لا انا بروح اعترف. فكانت ايه؟ فكانت يعني بتدور على طريق تدخل بيه على الحقيقه من غير بس اللي هو يعني لو انتم ما قلتوش في غيركم هيقول. يعني العصفوره اللي هو انا ماما تعالوا قولوا لي احسن حد بسمعها من غيري. احنا على طول انا عندي برضه اخويا الكبير احمد عامل مشكله في ثانيه على بابا يروح يحكي له. تفيه طب خافش بقى. لا ما فيش لازم احكي له عشان يلحقني. على طول انجد نفسي. ايوه بسرعه ما هيعرف كده كده هيعرف. بس الجيل بتاعنا تقول برضه كان مثقف زياده زياده، يعني الثقافه كانت بتوصل لحد عنده سواء تلفزيون او اذاعه.
تلاقي الثقافه عندي يعني من اخر الجيل ده تقريبا اخره اللي هو عايز يتعلم عايز يعرف عايز يتثقف مش عايز يلعب بقى في الشارع وكده بس. يعني انا فاكره وانا رايحه المدرسه كنت بصحى على برامج في البرنامج في الراديو كان بتاع ابلة فضيلة طبعا. تعالوا علشان نسمع ابلة فضيلة طبعا حدوته ابلة فضيلة تسمعوا كمان فيها معلومه طبعا. اللي هو يعني ايه ده احنا كانت بتوصل لنا المعلومه واحنا قاعدين حقيقي فالجيل طلع مثقف فاهمني يعني. هو الاذاعه برضو كان ليها دور مهم جدا لان اول حاجه بتصحي عليها هو صوت الاذاعه كلمتين وبس فؤاد المهندس يعني دي كانت حاجه خير ما قل ودل سكه السلامه سكه السلامه دي كانت حلوه قوي يعني ان احنا نبقى صاحيين عليها دي حلوه جدا. وبعدين بقى عيله مرزوق وتبص تلاقي فيه يعني مالكيش انت خليك انت الكلام ده تجيلي رامز جلال مالناش دعوه بيك يعني الكاميرا الخفيه احنا برده فيعني لا كانت في روح حلوه كده وانت صاحيه تسمعي البرامج دي لا ليها طعم تاني خالص. الذكريات بتاخدنا لرمضان. رمضان عندنا كان ليه طقوس معينه اللي هو اليوم اللي بتاع اللي هو الرؤيه يعني تسمعي بقى ناس بتبارك والاطفال الصغيره مش فاهمه بس احنا فرحانين ان بكره رمضان احنا فرحانين عشان العيديه. يا جماعه انا ببقى فرحانه اول يوم عشان العيديه صراحه عايزه اخر يوم عشان العيديه مش اي حاجه ثانيه. لا والفوانيس ايه مش مالكيش ذكريات مع الفانوس وانت بتخبطي على الجيران بتقولي هاتي حق الشمع حضرتك الشمع بيخلص مفيش الكلام ده انا عايزه حق ناشف مش عايزه فانوس. ما هو بيديك حق الشمع وباخد الفانوس. طب والزينه الزينه يعني انا فاكره كويس قوي كانت ماما الله يرحمها تجمع لنا الكشاكيل القديمه بتاعتنا ونجمع الجيران بقى وكل الولاد اللي حوالينا وتقعد تقصقص تقصقص بشكل هندسي عجيب أيوة يعني بتبقى شكلها فظيع كانت بتقص الكشاكيل والورق الملون بشكل هندسي روعه وتعمل لنا حله النشا علشان نلزق الكلام ده ونقعد نعلق بقى طول وانت بقى واقفه في البلكونه الزينه دي بتاعتي شفت القصه بتاعتي بقى شفت القصه بتاعتي كده تلاقي بقى كمان مسلسلات رمضان انت بقى واصل لك الشهد قدامه عن والناس بقى كانت على الشهد والدموع ده بتتابع قصه شوقي وحافظ هياخد فلوس ولا لا ايوه وكلنا بنتلم حوالين المسلسل اللي هو وعمل شو عمل شعبيه عريضه شعبيه كبيره جدا حقيقي فلا في ثقافه يعني ليالي الحلميه برده كانت بتتعرض في رمضان وكانت اهم توقيت ان احنا نتجمع حوالين الشاشه علشان نسمع ليالي الحلميه فوزي رمضان يا جماعه ليلي وشريهان في ايه نقولين انتهت بعد كده ايوه بعد ليلي وشريهان خلاص هو في حاجات شبهها بيحاولوا يعملوا حاجه شبهها بس مش عارفين لا شوفي بقى نيلي فضلت كام سنه من مفيش هتتكرر تاني لا مش هتتكرر خالص طبعا فطوطه وسموره و لا لا مش بعدين حتى تتر الاغاني تتر الاغاني بتاع المسلسلات يعني شوفي تتر المال والبنون طبعا المال يجي يقر الريح وتاخده الهواي اما البنون يوم الحساب بيفوتونا مال ايه ده لو كان مال حرام كله زايد ولا غير عمايل الخير يا ناس شوفي بس انت الكلمات تعرفك انت داخله فين حقيقي ايه ثقافه ثقافه الجيل بقى الحالي صعب وارابيسك ويعني مسلسلات كتير جدا يعني مسلسل يعني نادرا جدا لما يتذاع اسمه العائله حلو جدا كان في نخبه كبيره جدا من النجوم عايز اقول لك كمان اللي هم كان زمان ما بيعملوش المسلسلات من هدف الربح كانوا بيعملوا عشان حاجه تبقى حد يستفيد اللي احنا نستفيد من معلومه معينه في الفيلم من حاجه معينه في المسلسل. دلوقتي بقى في منافسات في مسلسلات رهيبه في رمضان كتيره جدا في طول اليوم فلو انا قاعده من الصبح بتفرج على المسلسلات بس مش لا هو التلفزيون بقى 24 ساعه ايوه لا كان هي الفكره ان كان زمان التلفزيون يوم الجمعه كان قنوات ويقفل الساعه 10 ويوم الجمعة كان خاص وهو ما هو صار حضرتك يوم الخميس بقى. يوم الدراسة ما فيش صار ما لناش دعوة بالتلفزيون أصلا يعني فدي كانت مكافأتنا يعني فرجة على التلفزيون بقت مكافأتنا اللي هو دلوقتي شغال 24 ساعة ما بعرفش أقفله صح يعني ليه يا حبايبي بيوش وخلاص يعني هو أي حاجة يعني ماله يا ماما التلفزيون شغال يا ماما في إيه يعني هو ما بيقفلش ما بيقفلش يعني احنا هنفتكر يوم الجمعة الأيام دي بإيه ولا حاجة لكن زمان فاكرين لا طبعا يوم الجمعه ليه علامات دي طقوس معينه طبعا تصحي من الصبح على سينما الاطفال بعدين الشعراوي طبعا شوفي بقى حديث الشعراوي ويفسر لك الايه بابسط الحاجات وبعدين عالم الحيوان وبعدين العلم والايمان فكان في ثقافه في ثقافه طبعا بنلاقي بقى ان صعب جدا ان احنا لما نيجي نفتكر ذكريات زمان كمان الذكريات في اللمه ان في اكل بتاكليه من ايد اهلك طبعا تيجي تاكلي في مكان تاني لا يا جماعه مش كده انا ما دوتهاش كانت كده لا
ما بيحصلش. يا جماعه جربتوا المهلبيه قبل وانتوا صايمين؟ جربتها؟ حد جربها غيري؟ لا تعالي دوقي. جربتها ولا انا الوحيده؟ انت كنت تست الاختبار. ايوه كنت التست بتاع كل حاجه. انا والله صايمه بالاسم. ايوه انا بس انا صايم. انت بتدوق بس انا بدوق كل حاجه بس انا صايم. ايوه بالظبط كده. ما حدش جربها غيري ولا ايه؟ لا هو الصراحه انا كنت بجرب حاجات تانية يعني. كنت دايما اشوف تيتا الله يرحمها وهي بتشيل اليميش في دولاب جده. فاجي ايه اقول لها هو انا لو خدت حبه من دول يا تيتا ابقى فطرت؟ تقولي لا يا حبيبتي ابدا. اقول لها طب عايزه حبه كده. تقولي حاضر. تجيب لي طبق وتحط لي من كل حاجه حبه كده صغيره. تقولي اقعدي بقى كلي وما تقوليش لحد. اقول لها لا ما انا مش هقول لحد. تقولي لا ولا خالته ولا خال ولا اي حد تقولي ان انت كلتي. احنا هناكل الحبه دول وهنكمل صيام عادي. وتقعدني على الان طبعا كنت صغيره طبعا. وتقعدني على الفطار عادي وتعمل حسابي في كوبايه الخشاف. اللي هو ده سر صايمة. ده سر بيني وبينك. ما تقولهوش لحد. فانت مكمله صيام. وبعدين الفكره دي صح بس كنت بدوق يعني. وبعدين الفكره دي صح على فكره. اعتقد ان الفكره دي صح انك في ابنك ما تجبرهوش بالصيام. هيكره الصيام بعد كده. هو خليه يصوم اول حاجه لحد الظهر بعدين لحد العصر بعدين هتلاقيه بيكمل معاك للمغرب. هو عايز بقى يبقى كده لذة كمان الصيام وهو بيفطر معاك وهو صايم. هو انا صايم النهارده اول يوم. هتلاقيه من فرحته وعايز يصوم. هو صايم النهارده اول يوم وصايم كله. كان طبعا. عندي اخويا كده بيعمل الحركه دي اللي هو عايز يعمل زي ما هما بيعملوا. انا عايز اشوف هما بيعملوا عشان اعمل زيهم. اللي هو عاجبني الموقف نفسه اللي هو عشان يفطر معاهم. انا صايم طول النهار وتعبان وعايز افطر. طب انا عايز اكل ده ويتمايز بقى فاهمين. بيتدلع عشان هو صايم طول اليوم. تمام. فالذكريات ما بتنتهيش. لا اكيد ده صندوق مليان ذكريات ومليان ايام جميله وناس اجمل. يعني الله يرحم اللي ماتوا وربنا يخلي الموجودين. لكن ذكريات جميله وعمر مش هيتنسي اكيد. ذكرياتك ايه بقى انت مع رمضان؟ ذكرياتي مع رمضان كان يعني بالنسبه لي رمضان عاديه بس. من اول رمضان لاخره رمضان عادي. تقلي في رمضان يا أيوة. ما انا باخدها من اول واخر رمضان كده. ياسمين ياسمين هناخد صور كده هنتفرج عليها يمكن ترجعنا اكتر شويه. وان يعني هتفكرنا بحاجات كده. الله الله الشيخ الشعراوي رحمه الله. بابا عبده. بكار بكار. وبوجي وطنطا. ما ينفعش يبقى رمضان على فكره من غير بكار يا جماعه. وبوجي عم فؤاد. ما ينفعش يعني عم فؤاد رايح الاستاد. وعم فؤاد وجده عبده وفوزيل شريهان يعني بوجي وطنطا. ما ينفعش يبقى يا جماعه رمضان من غير بكار. انا ما اعرفش افطر الفطار من غيره يعني. يبقى شغال الاغنيه بتاعت بكار بكار. يلا بقى سيبوني انا رايح اجري رايح اتفرج. طبعا برده ما ننساش ما ننساش طبعا صوت المسحراتي بصوت الفنان الله يرحمه الفنان سيد مكاوي. وطبعا شيريهان كانت يعني لمت التلفزيون كلها قدام فوازير اغنيه رمضان الشهيره اللي بيغنيها اهلا رمضان. طبعا هي الفكره ان في عبد المطلب طبعا. طبعا نيلي طبعا من الفوازير المهمه جدا اللي سابت اثر في حياتنا. محدش هيعرف يقلد يعني. اكيد طبعا اكيد. شيريهان في سكه تانية. طبعا المال والبنون الفنان القدير. كلمات سيد حجاب. احمد التتر كلمات سيد حجاب. احمد عبد العزيز. كلنا اتعلقنا بيه. كلنا طبعا فطوطه. وبعدين بيناقش قصه المال الحرام ان هو بيدومش. ايوه طبعا. يعني شوفي فكره المسلسل كلها قايمه على المال الحرام في الاخر كله راح. طبعا. طبعا. ومسلسلات كتيره الصراحه ارتبطنا بيها. الضوء الشارد لحد النهارده في اي فرح هتلاقي الموسيقى الصعيدي لازم تتقال. الو الو معانا مكالمه. الو الو ايوه يا فاطمه ازيك؟ الحمد لله الاخبار تمام. فاطمه ازيك؟ قولي لي ذكرياتك. الحمد لله. انا ذكرياتي ان انا كنت بحب المدرسه قوي قوي ويا ريت لو بتعود ايام المدرسه. يا رب. انت من جيل الروايه. يا ريت يا شيخه. انت من جيل الروايه دلوقتي. حد يحب المدرسه صحيح؟ مش انا خالص. ايوه اتفضلي. احنا سامعين حضرتك. ايوه سامعينك اتفضلي.
حتى زمان كنت لما اعمل حاجه مثلا في البيت اضايق ماما، كانت تقول لي لو عملتيش دي انا مش هخليكي تروحي المدرسه، وانا كنت بحب المدرسه دي حب غريب خالص. ياه اول مره اسمع حد يقول كده. لا انت تيجي تقعدي مع داليا بقى، هي داليا والمدرسه بيحبوا بعض جدا. انا اول مره اسمع حد بيقول بحب المدرسه. رمضان اساليها يا دودو، ايه يعني رمضان؟ يعني ايه اللي حببك في المدرسه يا فاطمه؟ في المدرسه ايه اللي حبيبك في المدرسه؟ يعني هل مدرس مثلا ارتبطتي بيه، او مدرسه كانت متعلقه يعني انت متعلقه بيها؟ واصحابي كل وأصحابي. حاجه في المدرسه كنت بحبها. جميل اكيد الجامعه. كنت شاطره بقى على كده يعني؟ هل كنت شاطره في المدرسين بيكافئوكي؟ كنت شاطره ايوه. تمام احكي لنا يا فاطمه، قولي لنا يعني. جميل قولي لنا يا فاطمه يومياتك ايه، كانت ذكرياتك ايه مع رمضان؟ رمضان ده رمضان جميل قوي يعني، احلى ذكريات رمضان. ايه ذكرياتك معايا بقى، الفانوس بقى ولا الكنافه والقطايف، ايه الذكريات الحلوه اللي بتفتكريها؟ ولا اللي انت بتديه زي برضو. ولا الكحك اللي بتعمليه من نص رمضان؟ ايوه. شكرا يا فاطمه. يعني المدرسه بس. يعني الحقيقه رجعتوني لايام وسنين بحبها من كتر حبي فيها، مش عايزه ابطل كلام عنها. الذكريات هتفضل موجوده طول ما اللمه موجوده وفي العيله اصلا، وربنا يبارك في الايام اللي جايه ويبارك في عيلتي واسرتي، نعمل مع بعض ذكريات احلى تجدد معانا الذكريات القديمه. يا ريت ان شاء الله. احنا اللي بايدينا نسمع الذكريات يا جماعه، برده ما ننساش الحته دي، ويا رب نفضل دايما مع بعض متجمعين في الخير، ويا رب ما حدش يؤذي او يتاذي من اي حاجه يا رب. اللهم امين يا رب. يا رب. دي كانت ذكرياتنا. يا ترى ذكريات الجيل النهارده بعد 20 سنه هيكون ازاي؟ ده اللي هنعرفه في الفقره الجايه. بس قبل ما نروح للفقره دي هناخد تقرير ميداني كده صغير مع الناس علشان نعرف الفرق ما بين ذكريات الجيل الجميل وذكريات الجيل البعيد. بس بما ان ياسمين هي اللي عامله التقرير ده، احب اخد يعني كلمه كده علشان هي الصراحه عذبت الناس. كلمة يعني انا خايفه اتكلم بس يا جماعه، انا خايفه اتكلم بجد. انا بترقب. طلعت انما انا حاسه الناس خلاص هتستقيل بسببي، بسبب اللي انا عملته. ياسمين في التقرير ما بتهزرش. ما بهزر، ما عنديش يوم. ارحميني بجد. تقريبا ده اخر تقرير ياسمين هتعمل، ومش هيعرفوني تاني. ايه ده، هنشوفها تاني بقى. ادعوا لها وانتوا بتشوفوا التقرير ده. انا فرحانه انا كنت معاكي. فقرتنا خلصت لكن فقراتنا لسه ما خلصتش، استنونا لكن بعد الفاصل. وفي حنيننا للماضي في ألف حدوته تحكيها، ولا الدنيا ولا الأيام تنسينا ليالي زمان. وبرنامج الصراحة نزلنا نسأل رأي الناس في الشارع عن اختلاف جيلين اتفقوا في الحياة واختلفوا في الأذواق، وكان سؤالنا تفتكر 2040 هيكون ذكرياتنا عن الماضي في إيه؟ ذكرياتي حاجات كتير. يعني إيه بالظبط في الماضي في إيه بالظبط؟ عن حاجات كتير يعني. ايوه قول لي حاجه من اللي ربنا كتبها علينا، حاجه قولها. والله الماضي ده ما بلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله جراح. بس يعني الواحد يعني بيفتكر كل ايام زمان، كانت ايام جميله وايام الدنيا كانت بخير، وما كانش فيه الاغاني والفن الوحش اللي علم اجيال الطلعه دي جيل وحش جدا خالص. طزو الزوار قبتك وتتكلم معايا. نتمنى الاجيال اللي جايه يكون اجيال خير ومستقبل كويس للاطفال اللي طالعه، شباب مصر دي يعني احسن شباب، ونتمنى لهم كل السعاده والخير وربنا يبارك فيهم. رمضان وذكريات وافلام زمان ومسلسلات زمان واغاني زمان، كل ده كان حلو قوي زمان. دلوقتي ما عادش فيه، دلوقتي كل حاجه بتيجي بسرعه بسرعه وبتخلص بسرعه. كانت كل حاجه سهله وبسيطه، اما احنا دلوقتي في زمن كل حاجه فيه اتنست، يعني احنا نسينا كل حاجه كانت حلوه زمان. رمضان كان ليه طعم تاني، كنت لما تنزلي الشارع بتحسيه. دلوقتي مفيش رمضان، دلوقتي رمضان بيجي يعدي ويختفي ما بنحسش بيه. زمان كانت اللمه حلوه وجميله، كنا نيجي مثلا في رمضان نستنى المسحراتي عشان نجري ورا منه ونهيص يجي العيد نسهر طول الليل يوم الوقفه نستقبل يوم العيد دوت من اوله وما ننامش. كنا اطفال صغيرين بنحط هدومنا في صدرنا وبننام بيها خايفين عليها، عايزين نلبسها من قبل العيد بيوم. دلوقتي ما عادش الكلام ده. كنت كل يوم جمعه نتلم ونقعد والعيال تقعد والعيله والاسره. الدنيا اتغيرت، ما عادتش زي زمان. زمان ده بقى نقول بقى لست ام كلثوم تقول لي الزمان نرجع زمان بقى، ما فيش زمان. يعني هناخد زماننا وزمن غيرنا يا وجدي. وخلاص انا احب اخد زمن. نزلنا ومشينا وجرينا وكل اللي عمل نفسنا فيه عملناه. والله ذكريات الاطفال على حسب البيئه اللي هم مدفون فيها، لو بيئه نظيفه هيفتكروا كل حاجه نظيفه، لو بيئه مش كويسه هيفتكروا كل حاجه
زي الشعب اللي شغال دلوقتي والحاجات دي. فدي طبعا الواحد يعني يتمنى ابنه يعيش احسن، يفتكر احسن ذكريات، مش ذكريات اللي هي اللي احنا شايفينها دلوقتي، تبقى ايام سود على البلد كلها لو افتكروها. زي اغنيه حسن شاكوش اللي هي بتاع عود البطل، واغنيه عصام صاصه اللي هي بيقول مش فاكر مش يعني شكل هو جزء منها كده. الاغاني جايه سريعه جدا وملهاش طعم ولا معنى، فمش هيقدروا ان هم يفتكروها وقتها، ما هياش حاجه ثابته في دماغهم زي ما احنا فاكرين اغاني شاديه، اغاني عبد الحليم، الاغاني القديمه ديت لحد النهارده انت بتسمعيها وبترجعي تدوري عليها وتسمعيها. لما هيبقى عندهم زمان ده هيبقى حمو بيكا وهيبقى مش عارفه ايه شاكوش ودق وطبله وحاجات كده سريعه رتمها حتى سريع، انت مش سامعه بيقولوا ايه، ولو سمعتي كلها شتايم وكلها حاجات غريبه ما تتسمعش. الاجيال اللي ان شاء الله مش عارفين التكنولوجيا خربت عقولها، فبعد 10 سنين تاني ربنا يكون معاهم بصراحه. مش عارف بس كانوا ممكن يفتكروا بقى حمو بيكا وعبد موته، ولا يبقى في مافيا امريكاني جديده، ولا في ايه بالظبط. بيتهيالي مش هيبقى عندهم ذكريات خالص. انا بيتهيالي هم مش فاكرين كانوا بيتفرجوا على ايه امبارح ولا من شويه عشان يفتكروا زمان عندهم، زائد ان الدنيا السريعه اللي حواليهم دلوقتي مش هتخليهم يفتكروا حاجه. افتكروا حاجات كتير بس مش حاجات حلوه، ان مثلا عمرو دياب مش هيبقى بيغني على، هيبقى عنده 80 سنه الراجل. انا مهما كبرت صغير. على راي محمد فؤاد لما قال كل واحد مننا ليه ماضي ليه ذكرى، المهم لما تمر بينا السنين والايام الذكرى تفضل عايشه معانا ومحفوره جوانا. كانت معكم ياسمين سليمان من برنامج استراحه. صباح الذكريات الجميله، صباح كل حاجه محفوره في عقولنا من طفولتنا لشبابنا، صباح جميل لجيل ورا جيل. طبعا حابه قبل ما ارحب بزمايلي اشكر كل القصه العمل القائم على التقرير، اكيد التقرير فرق معانا كتير وكان حلو جدا. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا سمر. صباح الخير مشاهدين الكرام. صباح الخير يا عمار. صباح الخير يا سمر. صباح الخير يا ياسمين. صباح المشاهدين الكرام، يا رب يكون يوم لطيف كده وجميل. فكره خفيفه. اكيد ان شاء الله. بجد كفايه ضحكتكم الحلوه دي، اكيد يوم هيبقى مميز جدا. عايزه اقول لك ان طبعا الفقره اللي قبلينا كانت بتتكلم بقى عن الماضي والحنين وعشنا معاها جو حلو قوي، بس احنا النهارده هنتكلم بقى عن الجيل الجديد وايه ممكن الذكريات اللي تكمل معاه. بس خليني برضه اقول لكم ان الجيل الجديد هو جيل الالفيه، يعني عاش في جو غريب ويمكن التركيبه بتاعته اغرب، لكن برضه مش بنطالب منهم ان هو يبقى شبه الجيل القديم ولا حاجه، بس كل اللي بنطالبه ان يبقى في ثوابت ما تتغيرش، العادات والتقاليد وكل واحد يحترم العادات بتاعته والتقاليد بتاعته والاصول. برضه ما بقاش في اصول دلوقتي عندهم بصراحه، وده ممكن يكون عشان احنا بقى عندنا يعني كل حاجه على السريع، عارفه اللي هو كل حاجه تكوي دلوقتي، فما بقاش في عندهم احترام الكبير، ما فيش اصول، ما فيش الحاجات دي، ما عادش في تركيز في الكلام اللي بيقولوه، مش في اي حاجه في التركيز بتاعهم خالص. فعلا العادات والتقاليد طبعا اختفت جدا، وفي حاجات كتير احنا عشنا بيها وجينا للجيل الجديد بيها، بس هم مش عارفين يتاقلموا عليها. بس خليني اقول لكم كده، تعالوا نتخيل يعني بعد 15 20 سنه وبالذات ياسمين، يعني انت عندك اولاد ما شاء الله، فخليني اقول لك ممكن ولادك يفتكروا ايه، او ممكن الجيل الجديد يعني ايه الذكريات اللي هتفضل مكمله معاه، او ايه اللي هيفتكروا. المهرجانات زي عود البطل، عود انت معلمه، الاغاني دي بنت الجيران، بنت الجيران ده هتعلم معاهم كتير. ما افتكرش الحاجات دي ممكن تعيش معاهم كتير، يعني ما افتكرش. لا لان هم هياخدوا جيل هيبقى ليه ذكريات شبهه، بس المهرجانات ممكن ما تكونش هي التركيبه اللي ممكن، خاصه السوشيال ميديا مأثره على عقليتهم كتير جدا. ايوه موجوده، السوشيال ميديا بتاثر في كل حاجه، يعني مثلا لو رجعنا لورا مثلا هتلاقي عبد الحليم موجود في زمانه، لو مثلا بعد 20 سنه هتلاقي بس دلوقتي بس عبد الحليم باقي معانا. ما هو برضو لو رجعت مثلا بعد 20 سنه هتلاقي برضو عود البطل موجوده معانا. بس عايزه اقول لكم ان الجيل الجديد اصلا ما بقاش ليه خلق يسمع اغاني زمان، يعني عارف كل حاجه بقت سريعه في العصر بتاعه او في الزمن بتاعه، بقت طبله يعني بقت جامده جدا في الاغاني، ما عادش الاغاني الحساسه دي رتم الاغاني. ايوه حقيقي فعلا. كمان انت قلتي نقطه كويسه قوي يا ياسمين بامانه، يعني حته ان السوشيال ميديا. طبعا انا عايزه اقول ان السوشيال ميديا محت حاجات كتير في حياتنا،
اكيد كل تطور بيبقى موجود بيبقى ليه اثار جانبيه. أيوة. واحنا كمجتمعات شرقيه الحمد لله يعني اغلبنا، مش هقول كل طبعا وعمم، بس بناخد السيء اسرع ونطبقه بالذات في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا فعلا دي يعني فعلا الحاجات السلبيه بتاثر فينا جامد بسرعه جدا، بناخد بالذات في اوروبا والكلام ده بناخد منهم السلبيات ما بناخدش منهم الايجابيات. هو دايما على فكره احنا كده يعني دايما تلاقي الوحش بيتعلميه بسرعه، لو أيوه بتعلم صح. حاجه ايجابيه بتتغيب فيها عقبال ما تتعلم، واحنا بقينا منقسمين اصلا يعني دايما تلاقي المؤيد والمعارض، دايما تلاقي مثلا السوشيال ميديا في ناس مؤيداها وفي ناس معارضه، لا في ناس بتستخدمها جانب الصح وثلاث ارباعنا بيستخدمها جانب الغلط. بس الناس اللي بتعرض ده هتلاقيه الجيل القديم قوي. أيوة يعني أيوة. الناس اللي هم شايفيننا من بعيد كده بيتفرجوا على المشهد من بعيد، ايه الشباب دي عايشه ازاي؟ أيوة. او الاطفال دي يعني بتتصرف كده ازاي؟ ايوه الطفل هو لسه مولود لسه عنده ما كملش سنه بيبقى عارف كل حاجه على التليفون. ايوه فعلا انا والله بنتي ساعات بتمسك الموبايل، ويمكن صحيح. اكيد ولادك كده. أيوة. ياسمين يعني ببقى مستغربه بتعمل حاجات اصلا انا ما بنعرفش نعملها دي. ايوه ثواني يعني لا سبحان الله. التكنولوجيا اثرت على العالم كله في الالفينات ما كانتش موجوده خالص. دلوقتي بقت موجوده وبكثره وبشده كمان، ما عادش زي الاول. هو انا هرجع للسوشيال ميديا تاني، بس يعني في حاجه كده انا عارفاها كويس جدا، ان بعد احداث كبيره بتحصل في اي دوله ومثلا في مصر مثلا هنقول نكسه 68 73 ثوره 25 يناير بالظبط يا عمار، ثوره 25 يناير، بعد كل حدث كبير بيحصل انتفاضة، يعني مش انتفاضة بس لا بيحصل تغيير في الذوق العام. أيوة. تمام، فبالتالي بقى بيتغير شكل اللبس والثقافة، بتتغير الموضة، طريقة الكلام، طريقة التفكير، ثقافة الحوار اتغيرت عن زمان خالص، ما عادش دلوقتي أكيد. دلوقتي تكلم حد تلاقي الرد مش زي زمان خالص. في الألفينات الرد كان حلو جدا يعني، ما عادش زي الأول. آه صح. ما بقتش كده، بس برضو ارجع اقول برضو عشان ما نظلمش الجيل، احنا برضو حته ان احنا دايما عايزين مثلا نوفر لهم حياه كريمه، نوفر لهم مسكن كويس، ابتدينا نبعد عن التربيه شويه والاخلاق يعني مش مهتمين بالجانب التربوي اكتر من الجانب ان انا عايزه اوفر لهم يكون عايش في احلى بيت، عنده احلى عربيه، في مدرسه يعني واو يعني ما حدش دخلها في العيله. فالحاجات دي كلها هي اللي ضيعت برضو الاخلاق او بتاعه الجيل ده، ولا ايه رايكم في الموضوع؟ تمام. لا طبعا يعني هو انت عملتي فوكس على نقطه حلوه قوي، حته التربيه. أيوة. يعني هو انا يعني انا جايه للنقطه دي طبعا هنتكلم فيها باستفاضه شويه. حته ان في طبعا ان كل الاسر كلها هي عمود المجتمع. أكيد. تمام. أيوة. فكل اب وكل ام عليهم لود كبير قوي. طبعا بينشأوا جيل صح. وبيربوا جيل طالع للمجتمع، فحلو جدا ان احنا نفهم الفرق ما بين الرعايه والتربيه. طبعا احنا كلنا عارفين ان الرعايه يعني اوفر احتياجات ولادي، اعمل لهم مسكن كويس، تعليم كويس، صحه جيده، بس لكن بقى حته التربيه دي يا ياسمين مفهوم اعمق من انه يتقالوا بس. لازم افهم ولادي كويس، انزل لسنهم صح، ابقى مش بديهم اوردر يعني اصاحبهم وسيطر يعني ايه، ابدهم خلوهم مصاحبين يعني يحكوا لي على كل حاجه. طيب. اقول لهم مثلا تعالى اقرا كتاب. طيب. كذا يكونوا معايا. لا مش هيمر. في مداخله يا عمر بعد قطع كلامك، في مداخله معينا. الو ايوه ازيك يا اسلام؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا استاذ سمر، عامله ايه؟ بخير تمام. قول لي يا اسلام. يا رب تسلم لي. قول لي يا اسلام بقى، انت من الجيل القديم ولا الجيل الجديد؟ لا انا اللي بين البنين يعني. جيل التمرينات ده اللي تاه في النص. طيب قول لي ايه الذكريات اللي ممكن تكون لسه مش قادر تنساها في حياتك، او ولو انت عندك اولاد برضو محتاج اعرف انت بتتعامل معاهم ازاي. لا هو انا لسه ربنا ما كرمنيش اولاد او كده يعني، بس يعني عندي مثلا بنت اخويا، الاطفال الصغيرين اللي في العيله. تمام. طب انت بتشوف اكيد بتتعامل معاهم وبتشوف حاجات ممكن ما تكونش بتعجبك يعني، او اكيد بتاهل نفسك لما تبقى اب، في دماغك ممكن تتعامل معاهم ازاي؟ هو بالنسبه للاطفال يعني اتعامل معاهم بشفافيه، ان انا اعرفهم الصح من الغلط. تمام. عشان يعرفوا بعد كده ان الحاجه دي ما ينفعش ان انا اعملها. تمام. يعني مش هفرض عليهم قيود زي ما كان مثلا اهلنا زمان بيفرضوا علينا قيود زياده عن اللزوم، برضو عرفنا الحاجات الصح والغلط. تمام. يعني انت معنى كلامك ان انت برضو بتعرف تنزل لسن الطفل ده، بتلاقي دي سهوله معاك؟ طبعا. حلو قوي. ان هو الطفل من صغره بيبقى حاجه زي السلطان، انت اللي بتشكلها. صح جدا. اكيد هيبقى في سهوله يعني.
صح جدا، يعني بجد بجد كلامك حلو جدا، واكيد هيفيد كل الناس اللي بتسمعك يا اسلام، وميرسي جدا على المداخله الجميله. الله يبارك لك، الله يبارك لك. انا قلت بس اسمه كده ايه، اقول لكم صباح الفل وان شاء الله برنامج جميل ومميز حلقه كويسه. صباح النور عليك يا اسلام، احلى مداخله، تسلمي. طيب خلينا نرجع تاني يا ياسمين ونقول حتة التربية. يمكن إسلام دلوقتي عمل عليها شفتي حلوة قوي، وهو بيقول إن كمان بيلاقي سهولة إن هو بينزل سن الأطفال، دي مش عند كل حد ممكن يكون بيتعامل مع الأطفال أو مع الجيل الجديد. يعني من عيوب الجيل الجديد إن هو مش بيحب الأوردر، واحنا دايما لو تفتكري زمان كانت اهالينا بيدونا اوردرات، يعني ما تعملش كذا، لا ده غلط، هم من كتر حبهم طبعا فينا وخوفهم علينا. لكن الجيل الجديد ده رافض ده بشكل تام، لا ما حدش يديني اوردر، يعني يا ريت تشوف الاسلوب بقى اللي توصلي بيه اللي هو ثقافه الحوار يا سمر. يعني المفروض كل ام تبقى عارفه في ابن عنيد ازاي ان انا اوجهه، في ابن مثلا لازم بالشده، ما ينفعش يعني انا عندي ابني دوت مثلا اما باجي استخدم معاه ده لازم شده، لو اديت معاه زي ابني الكبير مثلا بالسياسه او كده ما يمشيش معاكي، في واحد تاني لو سيستيه يديك، يعني لو شديت عليه عاند. فهو برضو صح. هنرجع لان الاسره ليها دور، تبقى فاهمه ازاي اوجه ابني في ده وبانهي طريقه، لان الجيل لما ضاع ضاع من، يعني مش عايزه برضو اركب كل حاجه على الاسره، بس هقول ان ضاع من ما فيش فن تعامل من الاخر يعني. وكمان بس يعني اسلام عجبني في حاجه، قال كان بنزل ليهم ومستواهم، فاهمني؟ الظاهر ان مداخلاتنا ان شاء الله كتير النهارده. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. علاء ايوه علاء رضا معاك. ازيك يا استاذ علاء، منورنا. الله يسلمك، الله يكرمك يا حبيبتي، تسلم يا رب. اتفضل. ده هيقول لي دلوقتي بس هو اللي اتفضل يا استاذ علاء. ايوه يا اللي كنت بتتكلموا عن التربية تمام. او ذكريات الماضي تمام. البني ادم لازم يتعلم من ذكرياته او من الماضي بتاعه ده احسن، ودايما اي اب او اي ام بتحب عيالها احسن منهم. اكيد طبعا. انا احب اقول لكم يعني ان علاء رضوان ده بابايا، هو اللي ربيه. انا متشكره على المداخله الجميله دي، مفاجاه جميله، متشكره قوي. عفوا حبيبي طبعا. انا يعني مش هكمل بقى، انا كده خلاص. منورنا منورنا والله يا استاذ علاء، منورنا. الله يكرمك. بس انا عايزه اقول لك ياسمين من الاطفال اللي كانت متعبه ولا كانت بقى على الهوا بتوع كده ليك؟ ما كانت متعبه مش هقدر اقول عليها متعبه. صح شكلك بتحبها بقى. حبيبي والله ربنا يبارك لك، ربنا يخليكوا لبعض يا استاذ علاء، ربنا يخليكوا لبعض، تشوفها احسن. تسلم يا رب، ومرسي على المداخله الجميله دي. من ضمن الناس بصراحه اللي شجعتني جامد وخلتني اقف ورا حلمي، يعني هو اكتر من الناس اللي كان كملي، يعني عشان كده بقول دايما التربيه وان الاهل ما بيساندوا الابن او الابنه بيوصلوهم لاي حاجه هم نفسهم فيها بصراحه. ما هو ده بقى الهدف اللي انا اثبت ذاتي، ولو لقيت الاهل جايين معايا هيخليني احقق اللي انا عاوزه طبعا. أيوه. ما هو ده اسباب التربيه في البيت برضو. ما انا عشان كده قلت التربيه، دور الاهل ليه يعني دور عامل كبير جدا. صحيح. في تربيه الجيل وان هو يخرجوا المجتمع جيل صح. فطبعا الاهل، انا حاسه بالاهل الايام دي او في الوقت اللي احنا فيه، لاني عليهم طبعا عبء كبير جدا، بيتحاربوا من كل حاجه طبعا. وطبعا عايزه ارجع للسوشيال ميديا تاني، لاني السوشيال ميديا ضيعت حلاوه حاجات كتير في حياتنا. يمكن عمار كان بره بيقول لي، واحنا بره برده كان بيتكلم في حته اللمة بقى والعيله وقد ايه السوشيال ميديا، يمكن انت تتكلم في الموضوع ده بس. يا سلام يا سلام على، فكرتني بحاجه جميله، وسلام على كوبايه الشاي القعده قدام التلفزيون ولمه العيله ولمتنا كده وتقعدي. بس دلوقتي ما عادش موجوده. ليه بقى؟ لان كل واحد ماسك تليفونه قاعدين، بس كل واحد ماسك تليفونه وقاعدين كل واحد ماسك التليفون وقاعد بيتكلم مع نفسه، ما فيش حد بنتكلم معانا. احنا وكمان بنعرف اخبارهم من على النت، يعني تلاقي نفسك تعرف اخبار اخوك من على النت، يعني ما بقاش في خصوصيات، بس تلاقي مثلا انت عرفت فرح ومش عارف ده رايح يعني بيحب حد، اخش ابارك له على النت وما خلاص ما اروحش ولا اعمل اي حاجه. يعني السوشيال ميديا سرقت حاجات كتير، سرقت حياتنا الحلوه. يمكن يا شيخ بيستخدمها غلط، بس طبعا يعني للاسف حلقتنا خلصت. فكرتنا خلصت، بس حلقتنا لسه مكمله. طبعا عندنا كلام كتير وموضوعنا ده مش خلص خالص، لا ده محتاج حلقات كتير، واوعدكم ان احنا هنكمل طبعا
كلامنا عن الأولاد وعن السوشيال ميديا وعن الجيل الجديد وإزاي نتعامل معاه، بس إن شاء الله في حلقات جاية. طبعا بشكرك جدا يا ياسمين حبيبتي يا وبشكرك يا عمار، بشكر احسن مشاهدين في الدنيا اللي كانوا معانا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. تعالوا كده بما اننا ختمنا عن القعده الحلوه وعن الجد والجده وقد ايه كنا بنعشق حكايتنا معاهم، تعالوا نختم بقصيده شعر كده صغيره للشاعره الجميله حبيبه عبد اللطيف، هيعجبكم كتير ما تروحوش في اي مكان. اللي انا هقولها دي يعني انا بعتبرها فتحة خير عليا وبعتبرها حاجة كبيرة، كانت من اول الحاجات اللي قلتها وظهرت فيها في فريق استراحة. للمرة الالف وحشتيني، راحت ايامنا لما مشيتي، راحت لمتنا في رمضان وصلاة الفجر لما دعيتي. روح يا ابني يصلح لك حالك وكمان يديك رزق عيالك. ولسه مكملين فقراتنا النهاردة في برنامج استراحة، ووصلنا للفقرة اللي ناس كتير بتستناها وهي فقرة المواهب الشابة أو الفقرة الفنية. طبعا بشكر الفقرتين اللي فاتوا زمايلي المذيعين، وهندخل بقى في الموضوع على طول. النهاردة معايا اتنين هنقعد ندردش كده مع بعض شوية في شوية حاجات، ولسه بنتكلم برضو عن موضوع حلقتنا اللي مرتبط بالحنين للماضي، وبإذن الله بعد 20 سنة كمان الحنين للماضي بتاع دلوقتي هيبقى عامل ازاي. علشان كده عايز ارحب في البدايه بالمخرج المسرحي والكاتب والممثل والحاجات الكتير قوي، الفنان عبد الرحمن يوسف. ازيك عبد الرحمن؟ ازيك يا ريس؟ منور الدنيا، ربنا يخليك ونورك. هقول لكم بقول ايه لعبد الرحمن كمان شويه وهيقول لكم هو بيقول لي ايه. معانا كمان الممثل الجميل وكمان طالب في معهد الفنون المسرحيه، هو الممثل محمد العدل. ازيك يا محمد؟ يسلمك يا باشا، منور الدنيا. ده نورك يا استاذ. انا عايز اقول لك طبعا محمد العدل ده اسمي فيه بشره خير. محمد العدل ده مخرج ومنتج الله. حد مشهور من عائلة العدل جروب. الحمد لله. فربنا يكرمك إن شاء الله كده وتبقى مسؤول بقى عن إنتاج برنامجنا بعد كده. إن شاء الله أستاذ. ربنا يا رب يوفقك يا رب. طيب تعالوا ندخل في الموضوع على طول، وهسأل محمد في البداية. محمد، سؤالنا المعتاد طبيعي، كل حاجة ليها بداية، خصوصا أي حاجة ليها علاقة بالفن وبالإعلام، لأنك ممكن تبقى دكتور وممثل، ممكن تبقى مهندس وممثل. فعلشان كده عايز أسألك، أنت ليه اخترت أنك تدخل مجال التمثيل وبالتحديد أنك تدخل تدرس في معهد فنون مسرحية، وبدأت الموضوع من إمتى؟ أنا بدأ الموضوع بقى لي سنتين. دخلت المعهد عشان حابب الموضوع وحلمي أن أنا أمثل من صغري. تمام. وهوايتي أصلا من بالي كتير. هواية؟ هواية. طب قول لي كده، يعني اول ما ابتديت تاخد خطوه انك تقدم في المعهد، حد اعترض على الموضوع ده؟ لان احنا طبعا في مجتمع شرقي بنسمع كتير انه بيبقى في اعتراضات من الاهل ومن الاصدقاء اللي حوالينا. ايه؟ لا، اهلي كان الاول رافضين الموضوع، بس بعد كده بقى استوعبوا الموضوع وخلاص بقوا معايا. تمام. ربنا يا رب يوفقك يا رب ويفضلوا راضيين عنك على طول ان شاء الله. انا عايزك بس تفك كده ويعني خد راحتك. اوكي. طيب عبد الرحمن، ابو التفانين. ابو التفانين بالظبط. هو بيقول لي ابو التفانين. طبعا احنا على المستوى الشخصي اصدقاء، لكن احنا النهارده يعني اتنين يعني طالعين بنتكلم عن حاجه ان شاء الله يا رب تفيد المشاهد. هو بيقول لي ابو التفانين وانا بقول له يا ابو الفنون. وبمناسبه ابو الفنون، كلنا بنسمع عن المسرح انه ابو الفنون. اولا الاول عرفني بيك اكتر وعرف الساده المشاهدين بدات الموضوع ازاي، بما انك كمان مخرج مسرحي، والمسرح ده مش حاجه سهله بالمره طبعا، وفي رساله مهمه ليها علاقه بالموضوع ده هنقولها في الاخر. اتفضل. أنا بدأت الأول بمسرح المدرسي اللي الناس كلها طبعا بدأت بيه، أو اللي حابب المجال الفني بدأ فيه. بدأت في المسرح المدرسي وتوالت بقى الأحداث، مسرح الكلية، بعد كده مسرح الفرق الحرة، بعد كده تربيت في مسرح وزارة الشباب والثقافة الجماهيرية. طبعا ما قدرليش اللي أنا أدخل المعهد، زي ناس كتير كان عندهم الموهبة واخدوها بشكل احترافي، ما قدرهمش اللي هو يخش المعهد. ولكن طبعا يعني خدت سكة تانية، لأن ده حلم كان بالنسبة لي، أخدت سكة تانية. تمام. في مجالات كتير مفتوحة. قدمت في مسرح وزارة الشباب والثقافة الجماهيرية، وكان ليا باع طويل جدا مع وزارة الشباب. أنت كمان تم تكريمك من وزارة الشباب والرياضة كتير كتير، لأن يعني اتكرمت في 2013 واخد أحسن مؤلف على مستوى القاهرة. جميل. أحسن ممثل، وكنت واخد جوائز أحسن إخراج كتير. طبعا بعد كده في الكليه مهرجانات الحره ومهرجانات الكلام، سبع صنايع يعني زي ما بيقول يعني، بس البخت مش ضايع اكيد طبعا. إن شاء الله. وكمان شاركت في جوائز دوليه، يعني انا معايا جوائز دوليه من دوله العراق،
كان نعرض الشهاده دلوقتي. ممكن يعرضوا لنا في الكنترول الصور واحنا بنتكلم. بس تعالى برضو نرجع لمحمد. محمد قول لي اولا، انت يعني مين اكتر حد دعمك في المجال ده؟ عم اكتر واحد. عمك حلو قوي. يعني طب ما قابلتكش اي صعوبات اثناء التقديم للمعهد؟ انا عارف انه التقديم للمعهد اولا صعب، صح؟ فطبعا بيبقى فيه اختبار وهكذا. قابلك اي صعوبات ولا انت الحمد لله كنت جاهز؟ لا انا اول سنه ما اجتزتش الاختبارات. تاني سنه قدمت وعديت الحمد لله. جميل، كويس جدا. مين بقى مثلك الاعلى في الممثلين؟ عايز تبقى، مش عايز اقول لك زي مين، ان شاء الله تبقى ليك طبيعتك الخاص واسلوبك الخاص، لكن بيبقى في حد دايما ايقونه كده لاي حد داخل المجال. سامح حسين طبعا. سامح حسين من الناس المحترمه جدا. سامح حسين جدا طبعًا. جدا. وكان في موقف هقوله على الهواء بس علشان وقتنا وعلشان ما ناخدش من وقت ضيوفنا، لكن سامح حسين فعلا من الناس المحترمه، يعني ربنا يكتب لك يا رب النجاح والتوفيق. امين يا رب. طيب نرجع بقى لابو الفنون تاني. ماشي ابو التفانيه. ليه ابو الفنون؟ ليه المسرح ابو الفنون؟ هو بدايه المسرح اقدم الفنون، علشان كده بيتسمى بابو الفنون. يعني المسرح ظهر في العهد الروماني. سمي بابو الفنون لانه بيجمع جميع الفنون. يعني عندك بيجمع الفنون الادبيه ومتمثله في الكتابه واللي هو كتابه النص المسرحي، الاداء، وبيجمع بين اداء الممثل، تمام، وبيجمع ما بين المخرج، تمام، وبيجمع ما بين الفن الاستعراضي والفن التشكيلي. الفن الاستعراضي بيه اللي هو طبعا حضرتك عارف اللي هو الرقصات، الفنون الحركيه، بيجمع ما بين الفنون التشكيليه سواء بقى الديكور، وبيجمع ما بين فن الاضاءه وفن الصوت. فعلشان كده اتسمى بابو الفنون لانه بيشمل جميع الفنون المتعارف عليها. تمام. بمناسبه ابو الفنون، انا اسمع انه فيه ممثلين كبار وناس تقيله جدا في المجال التمثيل، لكن بيشتغلوا مثلا دايما سينما او بيشتغلوا تلفزيون، لكن بيخافوا مثلا يقربوا ناحيه المسرح، لان المسرح ليه رهبه. تمام. بتختلف عن رهبه الكاميرا، بس ليه رهبه قويه جدا. تمام. وده الفرق ما بين المسرح والسينما. تمام، كويس. تمام. عندنا مثلا كمثال الفنان الكبير القدير الله يرحمه محمود مرسي. محمود مرسي كان من الناس اللي لما تيجي تقول لهم مثل مسرح يقول لك لا، امثل مسرح ازاي اقف مباشره كده بينه وما بين الجمهور؟ لا، يعني مش عايز يخون التعبير، ولكن يقول لك اخاف اقف قدام الجمهور. لان المسرح ليه رهبه، المسرح قوي جدا. تمام. مش بنقلل طيب. طبعا من الفنون الثانيه. طيب محمد، قول لي يا محمد، انت عايز توصل ليه بقى من التمثيل؟ يعني انت بما انك خدت الباب الشرعي عايز توصل ليه منه؟ بص، في ناس بيقول لك انا بمثل عشان عايز، يعني عايز امثل عشان عايز ابوس في الافلام زي ما في ناس بتقول. وفي حد تاني يقول لك لا، اصل الممثلين بيعملوا فلوس كتير قوي فانا عشان كده عايز ابقى ممثل. وفي حد بيقول لك لا عشان والله الشهرة. انا اصلا بحب التمثيل او عشان الشهره. انت مين فيهم بقى، ولا انت كل دول؟ لا، انا داخل التمثيل لان زي ما قلت لحضرتك بحب التمثيل وموهوبه عندي من صغري وعايز امثل، عايز امارس المجال. حابب اصلا؟ حابب. طب شاركت في ايه بقى قبل كده يعني، ولا انت لسه دراسه فقط؟ لا، انا عملت مسرحيه عدم على الشيطان ضمن فعاليات مهرجان نقابه المهن التمثيليه. كويس قوي. وفيلم قصير اسمه لحظات كان اخراج محمد البياع، ورشه محمد البياع. جميل، كويس جدا. يعني ان شاء الله، يعني انا ليا اصدقاء في معهد الفنون المسرحيه، في معهد الفنون المسرحيه، ان شاء الله ربنا برضو يكتب لك انك خلال دراستك في المعهد تبتدي ان شاء الله تشتغل الله. برضو في اعمال سواء برضو في مسرح او في تلفزيون. طيب عبد الرحمن، النهارده بنتكلم احنا عن جيلين، بنتكلم عن جيلين، ويمكن كان في صور بتعرض من شويه وممكن تتعرض لنا تاني. كنت عامل مسرحيه بعنوان احلام الجيل الطايش. احنا النهارده بنتكلم، والسؤال ده ليه كنتوا الاثنين بما اننا بنتكلم عن جيلين. كفنانين في دايما ذكريات بتبقى مرتبطه بحياتنا، وفي نفس الوقت ان شاء الله ربنا يعني بعد 20 سنه من دلوقتي لو لينا عمر اكيد هنشوف الجيل الحالي ايه اللي هيفتكره من ذكرياته دلوقتي. فالاول كلمني عن احلام الجيل الطايش، وفي نفس الوقت قول لي انت فاكر ايه بقى من ذكرياتك، وبعدين نروح لمحمد كمان. احلام الجيل الطايش عرض مسرحي بيتكلم عن اختلاف رؤيه الاجيال لمجاريه الواقع. كنا بنتكلم فيها عن الاختلاف، بنحاول نقرب الجيلين من بعض لان في فجوه كبيره جدا حصلت ما بين الجيلين، وده نتيجه لاحداث كتير حصلت. تمام. اختلاف ثقافات واختلاف تفكير و و و وبلا بلا كتير يعني. فسلطنا الضوء في احلام الجيل الطايش عن ازاي نقرب المسافات ما بين الجيلين. تمام. تمام. عملنا رابط قوي جدا، عملنا خطه دراميه كويسه جدا، قدرنا نوصل فكرتنا للجمهور ان الجيل الجديد
مش هيحتاج اللي هو يعني هنقول اللي هو يرجع لكم قوي، بس لازم انتوا تكونوا في ظهره، لازم تسندوه، لان الجيل دوت من غيرنا من غير القديم هيقع. تمام، وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده في ثقافات كتير غابت عننا. صحيح، في ثقافات الاحترام يعني. طب انت بقى يا عبد الرحمن، معلش انا اسف على المقاطعه علشان بس وقتنا، انت كعبد الرحمن ايه اللي فاكره بقى من ذكريات الفنيه الجميله؟ انا كل حاجه خاصه بالفن القديم يعتبر يعني هي متعلقه بذهن يعني. اسمع ياسين ابو ضحكه جنان، الاستاذ استاذ المسرح، استاذ السينما، استاذ فؤاد المهندس، العبقري عبد المنعم مدبولي. تمام، طيب محمد ايه اللي فاكره من ذكرياتك عشان نختم بقى؟ ذكريات ذكريات الزمان، الفن الجميل اللي احنا كنا متعودين عليه. الفن الهدف زي ما تحب يعني، فاكر مثلا فوازير معينه، فاكر الف ليله وليله، فاكر طبعا تحب ان انت تساهم ان شاء الله في وقت من الاوقات انك يبقى عندك كده في ميموريز عند الناس يقولوا الله كان في حد اسمه محمد العدل. يا ريت. صح. طيب احنا طبعا نتمنى كلنا ده، واحنا يعني قبل ما نختم احنا مهم جدا ان احنا نوصل رساله مهمه جدا لكل حد بيتفرج علينا. الحقيقه هم رسالتين، رساله لكل حد، ويمكن توافقوني انتوا الاثنين في الموضوع ده، رساله لكل حد حابب يدخل مجال التمثيل او المجال الفني بشكل عام. الموضوع مش سهل، صح؟ اكيد الموضوع مش سهل طبعا. فبما ان الموضوع مش سهل فاحنا لازم نسعى ونعمل كل اللي علينا علشان نقدر نوصل لمرحله كويسه ان شاء الله، ما نستسهلش الموضوع ونقول يلا انا عايز امثل فابقى كويس. اخر حاجه، وهي كل حد بيستسهل انه يعني يستسهل احلام الناس، فاحنا عايزين نقول له خد بالك، لازم تاخد بالك كويس قوي من الناس. مش كل حد الموضوع مش بيمشي بقرشين، ومش بيمشي بواسطه، ومش بيمشي بالحاجات دي. مهم جدا انه يمشي بتعليم، فانا مهم جدا لازم اتعلم كويس قوي. يعني احنا وقتنا خلص بسرعه، لكن ان شاء الله الفترات اللي جايه هنبقى مع بعض تاني، وتقدروا تتابعوا عبد الرحمن يوسف ومحمد العدل من خلال صفحه برنامجنا برنامج استراحه على الفيسبوك. وزي ما بنقول دايما من دلوقتي للحلقه اللي جايه هناخد بريك ونفصل شويه.